مع العفو، معلومة وصلتني قبل 3 أيام، والله 3 أيام وثلاث أيامي بعد مباراة الرعد، من أحد الأصدقاء تحدث مع أحد الإداريين في النادي الأهلي، والكلام لكم الأربعة، واسمع اسمع اللي قاعد يصير، والكلام صادق فيه 100%، واثق أنا فيه 100%، كلام الكابتن علي كابتن يقول، أقول له ترى مباراة الشباب مهمة جدا، ويلا عشان العمل النفسي والتحضير النفسي، قال لا احنا قاعد نخطط، أو قبل مباراة الرائد عفوا، قبل مباراة الرائد يقول احنا جالسين نخطط للموسم القادم، نعمل للموسم القادم، جالسين نخطط للموسم القادم، هل يعقل هذا كابتن عبد الرزاق؟ هو ما يقولش، لأنك أنت في وضعية صعبة، ما تقدرش تخطط الموسم القادم وأنت ما تعرف روحك لا في الممتاز لا في الأولى، على أنا أساس مش تبني أنت التخطيط. هذا علاش الخطأ والكلام إذا هو صحيح. صحيح، لا لحظة لحظة لحظة، والله العظيم صحيح. أيوه أنا عارف، أنا ما عندي فيك الثقة، تبقى أنا أتكلم على كلام جاني الحين، وسؤال تطرح، ما هو معقول وما هو مقبول؟ لا مدرب ولا رئيس نادي ولا مشرف ولا منظومة إدارية بصفة عامة باش تخطط للمستقبل اللي هو أظلم قدامك، كيف تبني أنت؟ تبني الدرجة الأولى ولا تبني الممتاز؟ ما تعرف. والله العظيم اللي نقل الكلام متكلم معاه، والله العظيم الكلام يقول أقسم بالله صحيح، يقول مسكت راسي، يقول نزلنا للدرجة الأولى، يقول من يوم قال يقول نزلنا للدرجة الأولى. صادق ماجد النفيعي في نص الموسم أعتقد صرح تصريح أن احنا جالسين نعمل للموسم، مو بهذا الموسم القادم. يعني العمل اللي احنا واجهنا المشاكل المالية، واجهنا كذا، عندنا مشاكل مالية، هو رئيس النادي واجه وصرح تصريح، قال سنبهر العالم، قال سنبهر العالم بالضبط الموسم القادم. تفضل، قال سنبهر العالم في الشتوية. نعم العالم أبهر العالم. أبهر العالم بالهبوط، العالم منبهر أصلا، مستغربة بأن الأهلي هبط.